لا بالمناسبة، هو درع الدوري فين؟ حد عارف درع الدوري فين يا جماعة؟ قولوا لي يا جماعة درع الدوري فين؟ هو مش كان من المفترض أن يتم تسليم درع الدوري للفريق الفائز ببطولة الدوري؟ هو درع الدوري فين؟ ما جاش ليه لغاية دلوقتي؟ بعدين قال لك إيه؟ أنا فاكرين طبعًا معايا الكلام ده. قال لك مش هتسلمه في الملعب عشان هنعمل حفلة كبيرة جدًا. هو في حفلة كبيرة حصلت؟ قولوا لي يا جماعة، يمكن ما كنتش موجود، يمكن كنت في مشوار ولا حاجة. في حفلة حصلت يا محمود ولا إيه؟ مفيش حفلة حصلت صح؟ هي الناس مشغولة لسه، أو الناس مشغولة بالدوري الجديد ونسيوا من هو الفائز بالدوري في العام السابق اللي لسه خلصان من أقل من شهر؟ مجرد سؤال. أنا عارف إن اللجنة الخماسية اللي موجودة عليها ضغط كبير جدا في أمور كثيرة جدا، ولكن مش من حق جمهور النادي الأهلي إن هو يفرح مع فريقه؟ مش من حق لعيبة النادي الأهلي إن هم يفرحوا بموسم صعب جدا جدا مر عليهم؟ مش من حقنا كجمهور نوجه الشكر لكل المجموعة اللي كانت شغالة، مستر مارتن لاسارتي وكابتن محمد يوسف وكابتن طارق سليمان وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان اللي كانوا متواجدين أو ما زالوا متواجدين؟ الناس دي من حقها إن احنا نطلع نتكلم على كل واحد فيهم عمل إيه خلال موسم كامل كان صعب جدا جدا جدا. فأنا معرفش إيه موضوع الدرع الدوري حتى الآن. درع الدوري تايه، محدش عارف، أصل إحنا هنعمل درع دوري جديد، هنغير شكل درع الدوري، أصل درع الدوري ده هنعمل لكم واحد أحلى يا جماعة طيب اعملوا لنا أي حاجة، بس سلمونا درع الدوري، ومن فضل حضراتكم عايزين نعمل أو يتعمل حفلة مناسبة للفريق الفائز ببطولة الدوري. هل ده طلب صعب؟ هل ده طلب عويص؟ مش عارف. وبالمناسبة النهاردة